مشاهدين كرام، نعم من المؤكد أن الولايات المتحدة سترد، لكن ما هي الرد وطبيعة الرسالة الأمنية؟ أنا أعتقد أنها هي رسالة أمنية بحد ذاتها عندما لا يكون هنالك تفاصيل محددة عن تلك الرسالة، إضافة إلى التصريح الذي نقله موقع سكاي. أعتقد أن كل هذه المعلومات، يعني إذا ما أخذنا تقاطع تلك المعلومات وأسقطناها ميدانيا لنرى أن الرد سيكون في مكان ما، لكن هي توهم تلك الميليشيات من أجل عدم إعادة انتشارها، وبنفس الوقت من أجل رصد تحركاتها. هنالك تحركات مريبة أيضا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عند قاعدة الإمام علي في مدينة البوكمال في دير الزور، هناك تمركز كبير لتلك الميليشيات، والمعلومات هنالك نشرت بعض الدراسات تؤكد على أنه هي تستخدم الميليشيات الولائية أو ميليشيا فيلق القدس الإيراني حصرا، هي من تدير تلك القاعدة وهي التي تخزن فيها الأسلحة، وعملت على حفر أنفاق داخل الجبال وخزنت فيها صواريخ باليستية دون تحديد ما هي تلك الصواريخ. لكن المعلومات المتوفرة حاليا بموجب تلك الاستهدافات، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن قاعدة حقل العمر النفطي الذي تم استهدافه من قبل تلك الميليشيات ايضا تم استهدافه من تلك من هذه القاعده، بمعنى اخر انها تستخدمها كمستودعات ونقطه ارتكاز لها، نقطه ارتكاز متقدمه داخل سوريا، ومن خلالها يتم تسيير كافه العمليات العدائيه تجاه الشعب السوري، اضافه الى مصالح الولايات المتحده. كذلك ايضا يمكن استثمارها في عمليه التجييش المذهبي التي تقوم به، هنالك مدارس دينيه يقومون بالاشراف المباشر على تجييش الشعب السوري، هنالك بعض المدنيين من الذين يعانون من ضائقة اقتصادية كبيرة نتيجة لقانون قيصر الذي فرض على سوريا، يضطرون إلى الانتماء لتلك الميليشيات تحت بند أنهم بحاجة إلى الأموال، وبنفس الوقت تلك الميليشيات تدفع أموال طائلة بالنسبة لهم. يعني على سبيل المثال للحصر قوات النظام تدفع بما يقارب 50 إلى 70 دولار، بينما تلك الميليشيات تدفع ما يقارب من 200 إلى 300 دولار، وهذا سيضطر باقي، يعني هنالك مقاتلين لدى النظام قد وصل بهم الحال إلى أسوأ حالاته، اضطروا إلى انخراط في تلك الميليشيات، وبنفس الوقت تقوم باستثمارهم في عمليات الهجومية وتستخدمهم كدروع بشرية من أجل الدفع بهم تجاه العمليات العسكرية التي تستثمرها في الداخل السوري. وإذا ما عدنا إلى قاعدة الإمام علي في العراق في مدينة النجف، المعلومات الأولية تشير من خلال تلك التصريحات أو تلك التسريبات التي تمت أنه قد انطلقت منها 3 مسيرات اتجاه منطقة التنف وتم الاستهداف، لكن حقيقة الأمر أن عملية إفراغ قاعدة التنف أعتقد هي رسالة أيضا كما سبقتها رسالة ما بعد مقتل سليماني. هنالك يعني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الاستهداف الذي جرى لقاعدة عين الأسد العسكرية سابقا ما بعد مقتل سليماني في عملية البرق الأزرق التي تمت استهدافه ومقتل قائد الميليشيات قائد ميليشيا فيلق القدس بشكل كامل، يعني هي رسائل مزدوجة وبنفس الوقت هي رسائل أمنية، هي عملية إرباك للطرف الآخر، وبنفس الوقت أعتقد أن عملية الانتشار جاءت بموجب معلومات. وإذا ما عدنا قليلا قبل 3 أيام هنالك تصريحات، هنالك معلومات قد وردت إلينا من قبل إحدى الشبكات المحلية، تم رصد نصب قواعد صواريخ كاتيوشا صواريخ بسيطة تجاه المصالح الأمريكية في منطقة البوكمال، وهنالك بعض المعلومات التي سربت أيضا لم يتم نشرها أو الإفصاح عنها نتيجة لظروف ما، هنالك بعض الصواريخ البالستية قد تم تحريكها إلى هذه المنطقة، بمعنى آخر أن الاستهداف ربما قد يكون من خلال المسيرات إضافة إلى الصواريخ البالستية في رسالة تمويه، يعني ما حصل هي رسالة تمويه للطرفين.